لو الحكاية فيها إن فيديو. محمد مصطفى زكي أحد منتفعي مشروع جنوب شرق محافظة قنطرة. المفروض إن إحنا نستلم المشروع دوت من سنة شهر 2016، لحد النهاردة ما استلمناش والهيئة ما عملتش القرار ولا عملت البنية التحتية. أنت قلت لي إن كل واحد موكل عن 10 أشخاص. أنتوا عددكم كام واحد دلوقتي؟ 1000. إحنا عددنا دلوقتي حدود 30 تقريبا. طب انتوا مطالبكم دلوقتي ايه؟ عمل ايه؟ تعمل الابار. الهيئة تعمل ايه؟ الابار. الابار. يعني الارض اللي فيها ميه هنروح نشتغل فيها ازاي ولا نستخدمها ازاي؟ يعني انتوا طلبكم بس الهيئة تعمل ميه. شوف لنا بنك يمول زي ما تراس الشروط بتقول بفايده 5% او 7% سنويا. بنقول تراس الشروط بتقول على 15 سنه، احنا ممكن نتفاوض ونقلل المساحه عشان خاطر البلد. ممكن تبقى على 10 سنين، مش قضيه ان هي نقلل المده. بس هم خايفين، يعني هم تراس الشروط بتقول ان هم ياخدوا ربع المبلغ والربع على 15 سنه. احنا مستعدين ندفع الربع دلوقتي ويعملوا لنا الابار ونتفاوض على 7 سنين على 10 سنين. انما احنا المشكله احنا واخدين المزاد من شهر 10/2013. سلمونا، قال تراس الشروط بتقول من سنه لسنتين هيسلمونا، سلمونا بعدها بثلاث سنين. احنا النهارده لغايه 2017 دافعين فلوس وقاعدين. لا عارفين احنا رايحين فين، واللي رسم مستقبله ان هو هيصلح في الصحراء وخلاص مش هدور على شغل، خلاص مصلحتي في الارض اللي انا خدتها وهي ارض للخريجين وصغار مستثمرين ورجال اعمال. لا رجال الاعمال راحوا مصلحهم حاجه، خدوا الارض مستنيين يستثمروها ويبيعوها ويسقعوها، واللي احنا اللي عايزين يشتغل ويصلح ويزرع وينتج للبلد قاعدين احنا من 2013 واحنا في 2017، والمفروض هنبدا ندفع اقساط الارض بعد ثلاث سنين. طب الارض لا فيها ميه، عدى منهم سنه الارض لا فيها ميه ولا زرعنا، ندفع اقساط منين؟ طب وحضرتك كان ليك مطالب؟ حضرتك في مشكله. اولا دلوقتي احنا لو نعرف نعمل بير هناك، لان البير هناك اثر على اعماق بعيده المفروض على 1200 متر. طيب 1200 متر بيتكلم 5 مليون جنيه. كفاءه الناس اللي موجوده دي اصلا ما فيش كلهم اصلا معدودين الدخل، الناس كلها عاوز يكبر نفسه، باع اللي وراه واللي قدامه عشان يعمل حياه افضل بالنسبه له ويطلع للصحراء ويوسع. ما فيش الكلام ده. طيب كهرباء وميه وبنيه تحتيه هناك ما فيش، مكان القريه اللي هتعمل ما فيش. تتكلمي مع اي مسؤول في الهيئه هناك او اي موظف هناك ما فيش. حتى محل الاستلام كل فرد المفروض له محضر استلام، استلام قطعه الارض بياخد محضر واحد بس عن المجموعه. ازاي واحد محضر باسم 10 يبقى باسم كل واحد معاه محضر؟ لا بياخد واحد بس المجموعه كلها ال 10. لا هي دي مش